سوف ننتقل الآن إلى موقع الحرة. وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن زيارة مطروحة إلى المملكة العربية السعودية. فلم يستبعد وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهن زيارته للسعودية في المستقبل، وقال إن دولة عربية أخرى على الأقل ستطبع علاقاتها مع إسرائيل هذا العام. وقال كوهن لإذاعة الجيش الإسرائيلي خلال زيارة لأذربيجان إن زيارة السعودية مطروحة على الطاولة، ولكن لا يوجد موعد حتى الآن. وأبرمت إسرائيل عام 2020 اتفاقيات لتطبيع علاقاتها مع الإمارات والبحرين جارتي السعودية، وانضم المغرب في وقت لاحق إلى الاتفاقيات التي أطلق عليها اسم اتفاقات إبراهيم. ولم تكتم إسرائيل رغبتها في تعزيز العلاقات مع السعودية التي لا تعترف رسميا بإسرائيل في ظل غياب أي قرار بشأن هدف إقامة دولة فلسطينية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع إن التطبيع مع الرياض سيكون خطوة عملاقة على طريق إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. وقال كوهن أيضا إن دولة واحدة أخرى على الأقل ستنضم إلى اتفاقات إبراهيم هذا العام، لكنه لم يذكر أي تفاصيل. وأضاف أن قضية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية طرحت خلال اجتماع السناتور الأمريكي الجمهوري لينزي جراهام مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذا الأسبوع. وقال كوهن ليست إسرائيل هي عدو السعودية بكل تأكيد، عدوها هو إيران. الموضوع الأخير الذي ستتوقف معه لهذا اليوم نشره موقع الخليج أونلاين. فيصل بن فرحان وبلينكين يبحثان إحلال السلام في اليمن. بحث وزيرا خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان والولايات المتحدة أنتوني بلينكين جهود إحلال السلام في اليمن على وقع المحادثات القائمة بين المملكة والحوثيين. وقد جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. وقالت الوزارة تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكين مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وناقشا الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في المحادثات مع الحوثيين والجهود القائمة لتحقيق السلام في اليمن. وشدد بلينكين على دعوة الولايات المتحدة الأمريكية للجهود التي تمهد الطريق إلى عملية سلام يمنية بواسطة الأمم المتحدة وتهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع بحسب البيان. وأعربت السعودية عن أملها بأن تتكلل الاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية بما يؤدي إلى تحقيق حل شامل ومستدام لأزمة البلاد. وتتضاعف مساعي إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر وسط تبادل الحكومة والحوثيين اتهامات بالمسؤولية عن فشل تمديدها. مشاهدينا إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الجولة على أبرز أخبار المملكة العربية السعودية لهذا اليوم. نلقاكم غدا، إلى اللقاء.